الكونفينمون جا واحد جات فكره من كنحاولوا اننا نشوفوا شنو وقع للناس في الكورونا وردينا في القلب اللي هو كوميدي كنعرف انه كورونا جاءت بحلوها وبمرها وكان فيها بزاف ديال الامور اللي بغيت تعاود فهاد حنا حاولنا نردوا الناس واحد الحنين للماضي ديال كورونا في واحد القلب اللي هو كوميدي يعني كتعرف انه الشعب المغربي شعب ضحوكي كينشط نقدر نشدوا شي حاجه اللي فيها ازمه ونردوها ضحك ما عندناش مشكل فحاولنا نشوفوا اللي وقع في كورونا قيد الحريه السبيطار اللقاح كل ما يتعلق بكورونا وحطينا في واحد القلب اللي هو كوميدي والحمد لله انه اكيد انه نجح بغيتي بزاف اود الغنين زوين جمهور اسف جمهور دواق جمهور في المستوى ما تسمات مدينة الفنون حتى انها عندها جمهور اللي هو دواق فتحيه جمهور اسف شوف الانسجام ديال المبومبا كوميك هو النية الصافية حنا كلنا نية وحدة وكنا خوت وحباب وصحاب كنا كنردوا البال لبعضياتنا عندنا واحد زوينة انه ما نبغيوش واحد يطلع حسن من واحد داك السيد كتهمو انت وانا كيهمني الاخر ما كيهمنيش راسي فهذا الشيء اللي خلى المبومبا كوميك تكون منسجمة وتكون غادة في النيفو كيطلع الجديد عرض الكونفينمون هذه المدة باقي عندنا واحد الجولة ان شاء الله اللي غتكون ورا رمضان وعاد من شهر 8 9 غيكون عرض جديد ان شاء الله شكرا للجمهور المغربي كنبغيكم لانه بلا الجمهور حنا ما كنسوا والو العرض ديال بومبا كوميك اللي سميتو الكونفينمون ان شاء الله والحمد لله حيت داز زوين في المدينه ديال اسفي قدام الجمهور ديال اسفي نتمنى ان شاء الله اننا نعاودو نرجعو نشوفوا عروض اخرين ماشي شي ديال الفرقه البومبا كوميك حتى ديال ناس اخرين ان شاء الله نجي نشوفو مدينه اسفي ويكون عندها شي مسرح اللي يكون عاوتاني شي حاجه كبير اللي كيستوعب واحد السعه ديال العدد الناس كثر لانه بصح عندها جمهور كيبغي يتفرج وباغي يجي وان شاء الله نتمنوا اننا نرجعوا مره اخرى لمدينه اسفي جمهور ديال اسفي ديما ماشي اول مره تلعب قدامه جمهور زوين حلو نتمنى اننا ما يكونش هذه اخر مره كيف ما قلت وجمهور اللي كيتفاعل مع جميع القفشات مع جميع لي غاك اللي كتبنا كنتمنى انه يكون هو اللي عجبو السبيكتاكل ديالنا وان شاء الله نعاود نرجع السر هو انه احنا ماشي فرقه ديال ملاعب احنا ما دينيش بها فنانه مع بعلاب ديالنا هو اننا احنا خوت وصحاب وحباب عايشين احنا بزاف في واحد العدد منا كبير اللي عايشين في دار وحده خدامين دي كونسيبت وحده اخرين تخدموا بزاف ديال الحوايج مع بعضياتنا يعني فاهمين الكاك عند هذا وفاهمين الكاك عند هذا وعاد زيد عليها حتى الجمهور شافنا في عروض واحد اخرين يعني فهم الكاك ديالنا شنو هو فهم اللعب ديالنا كيفاش داكشي علاش ما كنلقاو الصعوب اننا نضحكوا الناس فوق الخشب الجديد هو انه جايه واحد الجوله ان شاء الله اللي نتمنى اننا تكون فيها مدينه اسفي عاوتاني وغادي يجي واحد العروض جداد وكاينين دي كونسيبت عاوتاني في يوتيوب ديال بومبا كوميك وتا دي كونسيبت في التلفازه ان شاء الله كلمة الجمهور وشكرا للناس اللي كيعرفوا خالد الزبيل شكرا للناس اللي كيعرفوا فرقة البومبا كوميك كنقول لكم احبكم كما تحبوننا تسناو الجديد شكرا جريدة ديال الأشواق على التغطية ديالها للعرض واللي ديما حاضرة ومساندانا في جميع العروض كما شفتوا العرض ديال البومبا كوميك اللي هو الكونفينمون اللي كيأرخ المجموعة ديال الأحداث اللي وقعت في كورونا اللي كاملين دوزنا واحد الحياة زوينة مع كورونا تعذبنا بزاف تكرفنا بزاف حنا البومبا كوميك جمعنا هذا الشيء كامل ودوك الاحداث اللي طراو في كورونا وحطيناه في واحد القالب كوميدي اللي كما شفتوا جبدنا سردنا فيه جميع الاحداث اللي وقعات بالنسبه لمدينه اسفي هي مدينه عزيزه عليا بزاف وكيربطني بها واحد الحب زوين لانني جيت لها كزائر وكضيف وكفنان عرض ديالو مع الفرقه ديالي شكرا بزاف للجمهور ديال اسفي على التجاوب ديالو مع السبيكتاكل وتحياتي لكاع المتتبعين البومبا كوميك السلام عليكم معكم محمد امين عضو من اعضاء فرقه ديال البومبا كوميك خويا العرض ديال الكونفينمون عرض كيارخ لينا كاع دوك لي سيتوياسيون اللي كنا طحنا فيهم هاد العام اللي فاتت الله يسجينا وينجيكم منه ان شاء الله كلمه للجمهور تبارك نشكر بزاف الجمهور ديال اسفي تبارك الله عليه كان جمهور متالق جدا جمهور اللي كيتفاهم مع الكاك جمهور اللي كيتفاهم السيتوياسيون الحمد لله اللي دازو كاملين كنشكرهم بزاف 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 واللي كيعرفني صيفط ليا شي 10 كيلو ديال الكعكره عزيز عليا الجديد ديالنا ان شاء الله غتكون جوله ديال العرض ديال الكونفينمون ان شاء الله في المغرب كامل وغيكونوا عروض اخرين ان شاء الله مستقبلا
وغيكونوا عاوتاني عروض اللي غيكونوا في لي ريزو سوسيو في القناه ديال بومبا كوميك في يوتيوب. والحمد لله الفرقه ديال بومبا كوميك ديما متواصله، ديما كتعطي الجديد للجمهور ديالها باش ترضيهم كاملين. السر في الانسجام ديالنا هو اننا عائله، احنا عائله، بومبا كوميك عائله، هو السر ديال الانسجام ديالنا. معك ابن ابراهيم فاطمه، عضو في فرقه البومبا كوميك. اليوم العرض كان في مدينه اسفي، اليوم لعبنا عند ناس عبده. العرض صراحه كان زوين بزاف بزاف، عنده واحد الواقع زوين بزاف. الجمهور كان اكثر من رائع صراحه، الجمهور المسفيوي تفاعل مع العرض يعني كامل من الاول حتى الاخر، وهذه بالنسبه لينا حنايا شي حاجه اللي زوينه، يعني شي حاجه اللي انت كتخدم عليها وكتهر عليها وكتمنى فيها بزاف الحوايج، يعني منين كتجي وكتعرض وكتلقى داكشي اللي انت بغيتي، و بارفوا كتكون احسن من داكشي اللي انت بغيتي، فهادي شي حاجه زوينه ومشرفه لينا. وكنبغي نشكر مدينه اسفي، انا اول مره كنجي لمدينه اسفي صراحه، زوينين مضيافين الناس ديالها، والجمهور كان زوين بزاف قلتها وغنعاودها، كان زوين تفاعل معنا بزاف، كنشكروا بزاف وكنشكر الناس اللي سهروا ونظموا هاد الحفل اللي زوين ووجدوا لنا العرض ديالنا، كنشكرهم بزاف. وكنبغي نشكر الناس ديال المومبا كومي كاملين والجمهور ديالهم بصفه عامه، يعني في المغرب كامل ماشي غير في اسفي، وكنتمنى نعاود نرجع لمدينة اسفي مره اخرى. السلام عليكم، معكم دنيا قهوة حليب. أول حاجة كنبغي نشكر جريدة أشواقع. مهم بالنسبة للسبيكتاكل طارق دوي، السبيكتاكل اليوم رفقة فرقة البومبا كوميك داز واعر واعر الحمد لله. العرض ديال الكونفيلم اللي كيأرخ كاع الأحداث اللي وقعوا في كوفيد، والحمد لله داز طوب طوب. وحتى الجمهور ديال أسفي كان تبارك الله عليه، شي حاجة اللي طوب ديال أسفي، الناس الذواقة تبارك الله عليكم، وأسفي يا دولة. الجديد ديالنا ان شاء الله هو سبيكتاكل اللي غيكون ان شاء الله هو رمضان، اللي كنا بدينا في مهرجان صافي نص نص، ان شاء الله دابا مع كنا حبسنا مع كوفيد، ودابا الحمد لله حنا في ريبيتيسيو عليه يوميا باش ان شاء الله نرجعوا ورا رمضان بسبيكتاكل ديالنا. قول شكرا جمهور اشواق وجمهور الناس وجمهور قهوه حليب وجمهور اسفي. كنبغي نقول لكم ان شاء الله ترقبوا الجديد في اقرب وقت ان شاء الله. تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.